صباح الخير يا نادين، صباح الخير يا سهام، صباح الخير يا أشرف. صباح النور، ازي حضرتك؟ بنرحب بيك معنا في صباح العربية. اهلا وسهلا. احنا كنا لسه بنسمع الاغنية اللي انت كنت بتغنيها في النفق، وطبعا صوتك حلو جدا، وطول الوقت الناس بتتلم حواليك وبتصورك فيديوهات وبتنتشر جدا على السوشيال ميديا الفيديوز دي. احنا عايزين نعرف البداية بدأت منين، يعني ايه حكاية الغنى في النفق دي؟ هو مبدئيا حتة ان انا اصلا عرفت صوتي حلو دي كانت قصة كده ايام مسلسل رمضان كده كان بيتعاد السنة اللي بعدها، لو بتاع حبيشة، كان في اللي هي التتر الاغنية بتاع على كل لون، كنت قاعد بغنيها كده بدندنها مع واحد صاحبي والله على القهوة. قال لي صوتك حلو مش عارف ايه وبتعرف تغني يعني. قلت له بصراحة انا عمري ما جربت، بس انا مش مقتنع باللي انت بتقوله. قال لي طب انا هجيب واحد صاحبي وهو اللي يعرفني ولا اعرفك وهو اللي هيشاهد ما بيننا. قلت له تمام. المهم جابه وانا اول مره يعني اغني بصوت عالي. انا ذات نفسي اصلا انا كنتش تعرف ان صوتك حلو. انا كنتش اعرف ان صوتي حلو، يعني كان اللي هو بدندن بس بصوت واطي، ما كانش عندي خلفيه اللي هو ايه ده، ده انا عندي فعلا امكانيه ان انا ممكن اغني، ومش عربي بس كمان انجليش كمان اللي هو يعني حاجه ادفانسد شويه. ان ايه، انا كنت كمان بتعلم ساعتها، كنت لسه بتعلم انجليش، فاللي هو ساعدني ان انا اوفر وقت على نفسي كمان بحته تعليم انجليش. فبدات تغني وبعدين رحت النفق بقى. النفق ده بالنسبه لي كنت باخده كده اللي هو ايه، منها لو الناس تعرفني اللي موجود، انا كنت قاعد في المعادي وفي نفس الوقت بتدرب اللي هو مكان براحتي خالص وفي صدى صوت اللي هو بيساعدني ان انا ولا هليك صوتي قصدي على الاخر، ولا ان انا ابقى في حته مقفوله مش عارف اللي بعمله صح ولا غلط بس. فكان على الاقل بسمع صوتي رايح جاي اللي هو تمام وصوتي كان مظبوط بس. ورد فعل الناس ايه لما كانت بتشوفك في النفق؟ في ناس بتقف، ايه ده انت بتعمل ايه، عجبهم بتقف تطلع موبايل يتصور، طب انت اسمك ايه على الفيسبوك، اسمك ايه على مش عارفه ايه مثلا، يعمل لك ادي، يعمل لك فولو. في اللي بصراحه بيبص ويمشي اللي انت بتعمله ده، في مش فاهم اصلا انا بعمل ايه. بس الاغلب يعني بيبقى في يعني في ايجابيات كتير اللي هو ايه، مثلا حد يقف طب هات رقمك، حتى نعرف حد ممكن يساعدك، حتى كله بيبقى حابب يساعد، كله شايف ان انا يجي مني يعني بمعنى اصح. احنا لازم نسمع بقى. ماشي. مثلا Old Town Road. تمام. Yeah, I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. Head down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bra. Riding the rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I, yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. ايه رايك يا نادين؟ يسلم هالصوت، سلمي لنا على اشرف يا ندى. بس انا كنت حابه اشوفك كمان بالنفق، ولا ما فيش ارسال في النفق؟ للاسف طبعا تحت الارض بيكون النتورك صعبه جدا. اوكي طيب، هيك طمنتيني انه هذا هو السبب. بس احنا كمان ابسطتونا واسعدتونا واطربتونا على الصبح. شكرا جزيلا والى اللقاء.